السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا فيكم يا شباب، كيفكم؟ شو أخباركم؟ إن شاء الله بخير طيبين. طبعا اليوم مقطعنا على لعبة أنداون، نسخة الإيرلي أكسس، الوصول المبكر. هو حاليا مش مسموح إنه نحن ننزل مقاطع عن اللعبة أو نسوي بث من الشركة، موقعين معهم NDA، بس حنزلكم مقطع سريع. حكيت معهم وقالوا لي خلاص نزل مقطع عشان المتابعين. المهم يا شباب، حكون مقطع سريع، حلعب فيه مهمة واحدة بس، اللي هي هذه المهمة اللي موجودة هنا. طب ماتش ميكينج، إن شاء الله يكون في عالم موجودة، صناع محتوى عم يلعبوا حتى نلعب معهم المهمة هاي. لو مو مشتركين بالقناة يا شباب، لا تنسوا تشتركوا ولايك وسووا شير ومنوريننا دائما. طب نحن حاليا عم ندور على ماتش، ان شاء الله نلاقي ماتش. هاي المهمة تحتاج يكون فيها تيم، لازم يكون في 3 ممبرز، مش قادرين ندخل هالمهمة هاي. طب ممكن نسوي مهمة تانية. مش عارف إذا هي ولا لأ، بس خلينا نشوف شو في غيرها. ما في بلايرز عم يلعبوا، ما في حدا. اوكي دخلونا الجيم، ليتس جو. مش عارف مين هدول اللي معانا، هلا بنشوف. عنا موجودين اكيد معانا على الديسكورد. تامب امتي سبيس تو اكزيت ذا. اوكي ماشي. اوكي هتلاقي شكلهم يابانيين رايحين الطريق من هون يا شباب. راح اطلع الرشاش، عندي 500 طلقة. اوكي بدنا نروح على هذيك النقطة اللي هنيك. خلينا هلا هي المهمة. نحن لعبناها بالبيتا، كلوز بيتا اللي كانت موجودة. في شي لوت من لوت ولا ما في لوت صح؟ نو no. وهلا عم نلعبها بالايرلي اكسس. طبعا اللعبة فيها تغيير كتير صراحة على البيتا اللي كانت موجودة. هدلون شكلهم بوتات اللي معاي.
نحن شكلنا رح نتبهدل معاهم. تعالوا يا ابو تعالوا ليتس جو. تعرف في صوت، نروح على المكان اللي حاطيننا عليه. يلا ليتس جو. جهزنا ال طب هي منين الرحلة؟ من هون صح؟ اوكي. نروح من مكان ثاني. 33 محل ما اجينا من هون اعتقد. في First Aid Box. اوكي هلا بيفتحوا لنا الطريق هناك عشان نسوي الفايت. بدي اجرب الزد والجي عندي هدلون ال هاي. هلا راح احاول احط لهم ماينز هون اللي هو حرف الزي. هذا جعل ماينس تبعيتي. اي والله في بوت من البوتات معرق. بدنا نشوف في عندكم لوت. ما في شيء. حبيبي اعطيناك هيد شوت، ليش ما متت؟ طيب ما اعتقد هون في لوت. خلينا نطلع لهون. تعال تعال ليتس جو ليتس جو يا بوتات ليتس جو. أنا ممكن نمسك هاد. خلصين. تذكر بالبيتا كانوا يجوا من كل مكان، يمين يسار. عليكم عم يجوا يمين ويسار، بس هذا ما بقدر اخذه اكثر هيك. انزل اساعدهم. You are hungry. طيب هلأ بدنا نروح على النقطة اللي بعدها. أوه.
اوه ما عاد معي امو ولا معي قنابل. في شيء أمو هون ولا نطلع على هي تبعيتنا؟ أعتقد هاي أمو. جيب أمو يا مدير. أموز فول. No need to resupply. كيف فول يا حيو؟ أنت عم يعطيني نو أمو. طب اعتقد لازم نسوي واحد ناخد منه امو. اوكي 418 طلع حلوين. ماشي فعلا ليتس جو. هون التعريق. هلا هذا بيجي البوس تبعهم بدنا نسوي معه فايت. والله بتذكر كانت بتعرف مش هروح الطلقات تبعت الرشاش، رح استعمل الشبكة حاليا. اوه حدا حاطط لون ماينز هون. لازم كترولنا الامو، يعني كل ما نمشي شوي يكون في امو. في صوت حدا عم يمشي هون. يو ار هانجري يا اخي، لسه مجوع. اعتقد خلينا نطلع الرشاش احسن، اللي حاسس في خطر. هذا يفوت لجوا ما يفوت لجوا. ما في غيري، هذا جاي وراي. ديد. لا لا سكر سكر. ما عاد معي لا قنابل ولا معي شيء. طيب ليتس جو. اعتقد هنيك هلا فينا نعبي الطلق ونعبي الاشياء هاي. ما في هون لا امو كريت ولا شيء. طيب ليتس جو. اوكي تعرف هذا نضربه على كرشه ولا نضربه على راسه؟ هون عم يعطينا 52، تحت عم يعطينا 79. انحصرت يا شباب. هذا البيج بوس تبعهم.
يلا مات معي امو. في ماينز في ماين. جيب كرشك هاد جيب. أمو أمو يا شباب أمو، حدا عنده أمو؟ في هون في هون كريت. ما راضي يعطيني أمو. سلام يا سلام، شو جابك لعندي؟ قلتلهم وين قاعدين عم يقوصوا؟ وين بقايا؟ طيب بعتقد ما في غير الحل هاد، اني اسوي الامو كريت من عندي. انا في ماينز اخي، اصبر اصبر خلينا بس ناخد امو. ويت فينا نطلع لفوق؟ لا مسكر. اوه في رشاش هون. لا ما في. ديد خلاص. حموت يا شباب، انا حموت. اكيد ما في حدا يصحينا. جرب البوتات، بقدر يصحونا البوتات. قتلوه خلاص. تعالوا يا شباب صحونا. فيكتوري مش الحال. جي جيز. تمام هاي المهمة خلصناها. واعطونا كريت واعطونا كم شغلة هلا بنشوفهم معكم. يونسس تو لو which means you won't be able to increase your level. Please increase your. اوكي. طيب فهمنا يا شباب فهمنا. نشوف سكيدول. هاي سوينا لها كومبليت اوريدي. المهم يا شباب هذا مقطع سريع للعبة. خلينا نفتح هاي. مش عارف الكريت اللي اعطوني اياها هلا ممكن نشوفها. ليفل كاب
مسج سنتر كونفيرم اكس بي كونفيرم. على العموم يا شباب، هذا مقطع سريع جيم بلاي لهي المهمة. ان شاء الله بنزلكم مقاطع تانية لو حبيتوا حسب التفاعل مع هذا المقطع. لو جاب لايكات ومشاهدات الشباب استمتعوا، ان شاء الله بنزلكم مقطع تاني وجيم بلاي تاني لمهمة ثانية ان شاء الله. طبعا موعد نزول اللعبة حيكون يوم 16 الشهر، ويمكن كل شيء بهذا الاصدار تبعت اللعبة الحالي حيتغير، اشياء كتير حتتغير ما حتكون بالفاينل بيلد تبعت اللعبة. اللعبة بتكون يوم 16 الشهر بتنزل. لو عندكم اي شيء، اي استفسارات، اي اسئلة، فيكم تحطونا اياها في التعليقات تحت. واهلا وسهلا فيكم بسيرفر الديسكورد، بتنورونا كما نحن دائما موجودين. يعطيكم الف عافية يا شباب، ونشوفكم ان شاء الله قريبا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.